في هذه اللحظات. إذا المباراة كبيرة، مباراة مهمة جدا فيما بين نادي الكويت والشباب في دور الثمانية لكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، مباراة لها قيمتها الكبيرة. نادي الكويت صعد مباشرة إلى دور الثمانية في هذه البطولة، بينما على الناحية الأخرى الكرة الأمامية الآن لنادي الكويت، هجمة سريعة ومبكرة وتسديد، ولكن حارس المرمى على مرتين قصاصي في الكرات الثابتة. طلال فاضل ينفذ، طلال فاضل كرة عرضية حلوة تمر من الجميع، وبوكاني لإضافة المزيد من التمويه لحارس المرمى، ممكن ممكن هو اللي يسددها أيضا. شوف اللي يسدد، يتركها للمهدي بالرحمة والعارضة، تسديدة رائعة تماما، قوية حلوة. هذه الكرة مرة أخرى من أكثر من زاوية، السلام سلام على هذه التسديدة في إنقاذ الموقف، ولكن تعود الهجمة مرة أخرى نادي الكويت. طلال فاضل يفتح لعب بشكل جميل، احمد الزنكي، احمد الزنكي كرة عرضية حلوة حلوة حلوة، مرت مرت وينقذ ايضا علي نادر. هذه الكرة مرة اخرى احمد الزنكي، والكرة العرضية اصطدمت في محمد الموسى ومرت، اللي حتى الان يعني متحصل على كم كبير وعدد رهيب من الفرص. ركنية رأسية، الله الله، مبوكاني جول، أول أهداف المباراة عن طريق مبوكاني في الدقيقة 19 من هذه المباراة والشوط الأول. الهدف كان آتي لا محالة، الهدف قادم بلا شك. الكرة العرضية يا سلام من طلال الفاضل، مبوكاني يرتقي أعلى من الجميع، يضع الكرة براسه بشكل جميل جدا، لا يلام فيها حارس المرمى سعد العنزي أبدا أنه يسجل هدف. الهدف من زاوية أخرى، سلام على مبوكاني وجماهير نادي الكويت، الفرحة الكبيرة.